السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي. دائما ودائما ودائما في قناة نجم العرب اللي تحكي على الهجرة، خصوصا إلى كندا. يعني رانا نمشيو شوية بشوية كما يقولوا، ورانا حكينا على جميع الخطوات يعني بدون تفصيل من من الهجرة إلى كندا. زدنا حكينا على نفتحو كونت في مون بروجي كيباك، يعني خطوة بخطوة. زدنا حكينا كيف نعمرو دوموندي سيرتيفيكات سيليكسيون في الكيباك، وزدنا حكينا اسكو لو تي سي اف ولا الايلتس إجباريين في وسمها في الدوسي دي ميغراسيون. اليوم راني نحكيو بعد ما يلونسيو لا دات نتاع لا سوميسيون، باسكو من بعد يلونسيوها في السيت نديرو حنا لا سوميسيون، ولكن بربي ان شاء الله من المقبولين يعني من 5000 من الكوطا نتاع 5000 اللي دخلنا في الكوطا، يعني راهين نديرو ان دوسيي اون بابيي. الدوسيي هذاك فنعرفوه هما يبازولكم لي سباس نتاعكم في الكونت. الكونت هذا في مون بروجي كيباك اون ليست بيرسوناليزي دي دوكيمون اكزيجي، يعني لائحه شخصيه للوظائف المطلوبه. اذا رايحين اليوم نحكيو بعد هذا، بعد ما تلموا الملف واش لازم؟ لازم دراهم. الدراهم باش تخلصوا لي فري نتاع لو دوسيي نتاعكم. بون، الدراهم هادو كاين على مرحلتين، كاين الدراهم نتاع ولا لي فري نتاع السي اس كي، وكاين الدراهم نتاع لو دوسي فيدرال ولا لا ريزيدونس بيرمانونت. هادي بعد كي يعطيوكم السي اس كي. نحكيو اولا على لي فري نتاع السي اس كي، يعني دوموند دو سي اس كي. ندخلو مباشره كل شيء من الموقع الرسمي ديالهم، فري اكزيجي سي اس كي. بون، سي اس كي كيباك. كيباك نروحو مباشره للموقع نتاعهم، immigration toujours diversité disons voilà. هنا بون بالنسبه للعزاب يعني لي سيليباتير، هنايا هادي لي تاريف هادو ابتداء من 1 جونفي 2017 الى يومنا هذا، باش نكونوا متفاهمين. بون، ريكيرون برينسيبال هو المتقدم بالطلب الاساسي، يعني اللي دار الدوسي يخلص 779 دولار كندي، حوالي بون دولار درك يدير 100 دولار، مليون و 200 الف و مليون و 300 الف، اضربوا طيح لكم تقريبا واحد 9 ملايين. كي تعود معاك المرأة لي بوك يبوز كونجوان دو في، تخلص عليها 167 دولار، يعني واحد 2.5 ملايين. والطفل تاني تخلص عليه الواحد 2.5 ملايين، يعني واحد سيليباتير يخلص 9 ملايين، واحد ماريي يخلص بون ليه والمرأة 9 ملايين نقولو، و 2.5 ملايين يخلص واحد 11.5 مليون. كي يكون مع طفل يخلص 13 مليون، وهادي هي كي تعود مع طفل خلاف يخلص 15 مليون، وهي رايحة. هادو هما لي فري اكزيجي نتاع سي اس كي، نتاع لا دوموند دو سيرتيفيكات سيليكسيون. لي موند لي مود دو بايمون، طرق كيف نسلكو هادو طرق الدفع. كاين طرق، بون اول حاجه لازم نسلكو بالدولار الكندي، تسلك بالاورو ولا ديريكتومون بايمون ريفوزي، لازم تخلص بالدولار الكندي. كيف تخلص؟ تخلص بشيك سيرتيفيي. شيك سيرتيفيي هذاك كيف تروح ديرو؟ تروح لا بونك مثلا ار بي سي، بونك رويال دي كندا، تقول لهم اعطيوني ان شيك سيرتيفيي، ولا يكون عندك كونت عندهم. كل ما حاب نخلص لي فري نتاع سي اس كي دوموند سيرتيفيكات سيليكسيون لمن او نون دو مينيستر، شوفوا عليها مليح، مينيستر دي فينانس دو كيباك، يعني وزير الماليه نتاع كيباك. باسمك انت تخلص لا سوم هادي وتسيني ودير لو نون لو برينون نتاعك ولادريس وين راك ساكن، يعني شيك سيرتيفي ولا شيك دي لونتربريز كنديان، شيك نتاع مؤسسه كنديه، ولا موندا بوستال. موندا بوستال هادي من نجيبها من بوست كندا، من البيرو بوست كيما نكونو نتاعهم، ولا تريت بونكير. تريت بونكير هادي انا خلصت بها لواحد صاحبي، تريت بونكير هادي كيما الشيك سيرتيفي، شيك عادي يقول لك لاصوم شحال تخلص، بس من لمن خلاص هادي هي لاصوم تخلص مثلا 779 دولار كندي، لمن تخلصها لو مينيستر دي فينونس دي كيباك، بس من باسمك ولا باسم الشخص اللي راح تخلص له، وتكتب لادريس نتاعو. هادي هي قال لك كانت من قبل بول لي دوموند دو سيرتيفيكات سيليكسيون دي كيباك بريسوندي. بون، قال لك لي دوموند اللي من قبل 31 ديسمبر 2015، تخلص بلا كارت دو كريدي، دخل لا كارت دو كريدي ودخل لا سوم اكزيجي لو نيميرو دو لا كارت دو كريدي اكسيتيرا وتخلص. هادو هما لي فري يعني نتاع لا دوموند دو سيرتيفيكات سيليكسيون. بعد عامين او 3 سنوات يعني من دراسة الملف ديالك وتستوفي كل الشروط، هنا ويبعثولك السي اس كي بار بوست، ولا تفوت لونتروفي دو سيليكسيون كيما درك ما على باليش اسكو يفوتو في تونس، ولا بالك في تونس، بالك في تونس، كانوا في الجزائر مي ما على باليش درك فين يفوتو لي زونتروفي. لي زونتروفي على كل حال راه منقصو فيهم تقريبا، راهين يقضيو عليهم ولا يبعثو سي اس كي بار بوست ولا الرفي ولا الروجي. بون، اذا لي فري هادو، لي فري هادوك ف بون هادو هما لي فري نتاع ديموند دو سيرتيفيكات سيليكسيون طلب شهاده الانتقاء. هنا نروحو دركا بعدا كي نكملو هادو لي فري ونبعثو لنا السي اس كي، نوجدو الدوسي فيديرال. فيديرال هو اللي فيه الكازي جوديسيير، فيه السي اس كي، فيه واحد لي فورميلار بزاف تعمرهم. وتاني لي فري، نحكيو على لي فري باش تكون عندكم فكره مسبقه. فري دو ريزيدونس بيرمانونت
كندا. هادو لي فري كاينين زوج، كاينين لي فري نتاع واسمو كاينين لي فري نتاع كيما يقولوا تريتمون تاع الدوسي فيدرال هذا اللي راح ديرهم بعد، وكاين لي فري دو لا ريزيدونس بيرمانون. هما بون ريزيدونس بيرمانون، نشوفوا هنا ترافايور كاليفي، فوالا فري ريلاتيف ودروا دو ريزيدونس بيرمانون، هي 490 دولار كندي، 490 دولار كندي، هادي لي فري نتاع لا ريزيدونس بيرمانون. ولي فري نتاع التريتمون تاع الدوسيي 550 دولار كندي، يعني الكل راح يوليك 1040 دولار كندي، كيما خلصت انا 1040 دولار كندي، 1040 دولار كندي، تخلص 1040 دولار كندي، يعني ما يقدر بون تحكم تقريبا واحد 13 مليون. بون نروحو هنايا لهنا على الجانب الايمن، نروحو لبيي لي فري، نضغط على بيي لي فري، تخرج لنا هادي ابارتير دو كال بيي. بون واش من بلاد راك تخلص منها، نديرو الجيري. كالي لو تيب؟ بون واش حنا عندنا ريزيدونت بيرمانونت، كو بيي فو؟ هنا كاتيجوري ترافايور، فري ريلاتيف لا ريزيدونس بيرمانونت اور اونتري اكسبريس، ترافايور كاليفي سيليكسيوني بار لو كيباك، حنايا هادي هي ترافايور باسكو في صناع الكيباك. فوالا هاي هنا الطابلو، فوتر دوموند هنا كلزيكن واحد سيليباتر 1440 دولار كندي، 13 مليون، يعني لا دوموند باش يدرسوك الملف 550 دولار كندي، وهادي ما يرجعوهاش كاع، كسوا يرفضوك الملف ولا ما يرفضولكش، حالتين نتعرفت برك، يكون كاز دي جوديسيان نتاعك موسخ، يعني عندك كريم ولا كاش عفسه، ولا كي تكون مريض عافانا الله بمرض خطير مثلا السيده ولا يعني الاش اي في ولا تي بي اش ا ولا ولا الفي دي ار ال ولا عندك تيبركيلوز، هنا يرفضولك الملف. اذا وعندك اونفون اشارج تخلص عليه 150 دولار كندي، زوج ملايين، والمرأة تخلص عليها تاني كونجوا لي بو تخلص 550 دولار كندي. هنا لي فري باي اون لين، تحب تخلصهم اون لين، ترى هنا باي اون لين بلا كارت دو كريدي برك، لا كارت دو كريدي شوزي فوتر فيزا ماستر كارد امريكان اكسبريس جي سي بي. بون قالك رومبورسمون هنا لي فري اللي راهم ماشي رومبورسابل، هاو حنا كاين عليهم 550 و 490 هذيك نتاع الاقامه، راهي كما يقولوا راهي قابله للتعويض، لو كان يرفضوا لك الملف يرجعوا لك لي فري، نضغط على باي مي فري فو فري دي ميغراسيون بايمون اون ليني، هاو دي بايمون اون ليني، فوالا بايمون اون ليني، نخيرو كونديدا جوفو ترافايور كاليفيي ترافايور اوتونو، فوالا ترافايور كاليفيي سيليكسيوني بار لو كيبيك، نضغط عليها، تعود لنا غير نوجدو لاكارت دو كريدي برك، حاول خرجنا طابلو فوتر دوموند. بون كومبرون لي فري 1040 انا اون بيرسون وي نو زيرو لي سيليباتير لي ماري يكتب انكلير او تريبو زيرو انكلير انون فو ان شارج، اللي عنده طفل يكتب ان ولا دو ولا سوميتر، راني نحكي من بعد بالتفصيل. اذا هذه برك باش تكون عندكم فكره، باش تكون عندكم فكره هذا دومون سون لي فري، انا غلطنا بون نو مكوشي غير الاولى، وهذا كاع زيرو سيمتر، هاي 1040 دولار كندي كونيكت بون ابيرسي، فوالا 1040 دولار كندي اللي هي 13 مليون، يعني جميع لي فري بالنسبه لواحد سيليباتير بين لي فري دو لا ريزيدونس الواحد كاين قلنا 9 ملايين و13 مليون. بون 13 22 مليون هذه لي فري فقط نتاع الكوارت نتاع السي اس كي ونتاع الفيدرال، نتمنى رانا فيدناكم كي نوصلوا للمرحله هذه خطا خلاف تاع الفيدرال نحكيوا عليها ان شاء الله. بارك الله فيكم والى اللقاء اخوتي الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى.